فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال: وفي الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100. هذا لفظ البخاري. هذا هو الذي أشرنا إليه في بداية الحلقة. نعم. قلنا إنه كان يطيل صلاة الفجر. نحن عرفنا في الحديث الذي مر قريبا أنه كان يطيل الركعة الأولى من الظهر، وفي هذا أنه كان يطيل أيضا صلاة الفجر أطول من غيرها، فكان يقرأ بالركعتين أو في ركعة واحدة ما بين 60 آية إلى 100 آية. هذا مما يدل على أنه كان يطيل صلاة الفجر. نعم. وكان يدخل فيها بغلس، يعني بظلمة، وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه من الإسفار، فهو يجمع بين التبكير بالصلاة في أول وقتها وتمديدها إلى الإسفار. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقل من يعمل بهذه السنة الآن إلا من رحم الله أو من شاء الله، فإن الكثير يخففون. أول شيء يؤخرون الإقامة، يؤخرون الإقامة حتى يشقوا على الناس، ولا يدخلون في الصلاة مبكرين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وثانيا أنهم كانوا يخففونها عن الصفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها، فيكون تصرفهم هذا على حساب الصلاة والإخلال بالصلاة. وهذه أمانة في أعناق أئمة المساجد، عليهم أن يتقوا الله عز وجل، فإنهم مؤتمنون على صلوات المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فالواجب على كل مسؤول عن الصلاة إمامة أو أذانا أن يؤدي الأمانة التي حملها نحو هذه العبادة العظيمة. فالمؤذن يراعي الوقت ولا يتقدم عليه ولا يتأخر، لا يتقدم عن بدايته ولا يتأخر عن بدايته، بل يؤذن على أول دخول الوقت لأنه مؤتمن على الوقت. والإمام ضامن للمصلين، قال صلى الله عليه وسلم: يصلون بكم أو يصلون لكم، فإن أحسنوا فلكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فهو ضامن يتحمل صلاة من خلفه. الواجب على الإمام أن يراعي هذا الأمر.